زاد وزني من 50 كيلو إلى 70 كيلو في مدة قصيرة. بغيت نشاركها معكم الناس اللي تحوس تزيد في الوزن تاعها. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك لتصلكم وصفات أخرى جديدة. لدينا في المكونات بودرة الحليب كامل الدسم، يفضل كامل الدسم، ملعقة كبيرة سمسم أو جلجلان محمص، ولدينا علبة زبادي أو ياهورت. نقوم بوضع ملعقة كبيرة من مسحوق السمسم أو الجلجلان، ثم نضيف كأس ماء، ثم نضيف علبة زبادي، يفضل هذا النوع، ثم نضيف علبة ياهورت أو زبادي، ونقوم بخلطها جيدا. تعمل هذه الوصفة قبل النوم يوميا من أجل زيادة الوزن وتسمين الجسم في وقت قصير جدا، يعني حوالي 15 يوم، تزيد من 2 إلى 5 كيلو في مدة 15 يوم فقط، لكن يفضل المداومة عليها. أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، والسلام عليكم.